مؤخرا أذاعت قناة الجزيرة فيلم وثائقي بعنوان في 7 سنين. الفيلم ده أثار ضجة عجيبة، وسرعان ما ظهر عشرات من فيديوهات التعليق على فيلم في 7 سنين. هل الفيديو كان محايد ولا متحامل؟ يعني هم عايزين يقولوا إن الشباب في مصر يا إما اتجه للإلحاد أو للجهاد المسلح؟ هل الفيديو كان بيشجع على الإلحاد وقلع الحجاب وترك الدين؟ هل وهل وهل؟ عشرات من الأسئلة وفيديوهات النقد في خلال كام أسبوع، وطلعوا لنا دعاة الدين والشيوخ يشجبوا ويدينوا فيلم في 7 سنين، البعض عن طريق السب والقذف زي وجدي غنيم، والبعض بمحاولة إيجاد الأخطاء والثغرات زي هيثم طلعت وعبد الله الشريف، سواء علشان الفيلم يفقد مصداقيته أو للدفاع عن مفهوم الجهاد أو لانتقاد قصور وعدم فهم هؤلاء الذين تركوا الدين واتجهوا للإلحاد والكفر. وبرضه ظهرت بعض التعليقات من الملحدين او اللادينيين او المستنيرين ايا كان المسمى بتاعهم، زي احمد حرقان واحمد سامي وغيرهم، ولان فيلم في 7 سنين اتهرس نقاش ونقد وتأييد وتكفير وتعاطف، حبيت اني اعمل الحلقة دي علشان اتكلم مش عن الفيلم ولا حياديته من عدمها ولا عن مدى تطرف الافراد من الناس اللي راحوا للجهاد المسلح او اللي تركوا الدين، انما حبيت اتكلم عن مشهد واحد وحيد في الفيلم كله، واللي في رأيي يستحق تسليط الضوء الاكبر، خصوصا حينما نناقش قضية ازدياد الإلحاد واللادينية في بلادنا. المشهد اللي أقصده هو المشهد ده. الناس بتتعامل مع الملحد إن هو حد بقى شرير بقرون عايز يمشي ينشر الحاجات اللي هم شايفينها عيب وغلط وبلا بلا بلا. لا، هم الناس ما تعرفش حاجة عن اللي أنا مريت بيه في خناقتي مع نفسي، إن في ربنا أو ما فيش. مش سهل إن أنت تعترف لنفسك إن أنت وحيد دلوقتي، إن أنت ما فيش حد سمعك، ان انت لما تقعد تعيط محدش تعيط لوحدك وانت رايح نام، فدلوقتي مفيش حد بيدعمك، مفيش حد ممكن تصحى الصبح تلاقيه مسهل لك الحاجات. اللي خلاك تعيط؟ انت لوحدك. بعيط عشان انا مش عايشه عشان انا اتخذلت. اتخذلت ازاي؟ انا كنت واثقه في حد قوي وفي الاخر مش موجود. ان حد انت محمل عليه كل حاجه خلاص انت لوحدك، ده مرعب. بس انت اللي قررت تسيبيها يا اسراء. انا دورت عليه في كل حاجه يعني ما لقيتوش. دورت عليه في ايه؟ في الناس، في العالم، في الحروب، في الأطفال اللي بتموت ومشردة، في كل حتة، في الناس الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا، في الناس اللي في السجون عشان ما عملوش حاجة. تلك المتاهة التي علقنا بها جميعا حين لمسنا سقف السماء ثم هوينا تحت الأرض. ما هي المسافة بين أعمق نقطة داخلنا وبين أكبر هزيمة خارجنا؟ ما هو الحد الفاصل بين ما هو عام جداً وما هو شخصي جداً؟ السادة الشيوخ ودعاة الدين حينما يكلمونك عن الإلحاد والملحدين لا يتعرضون أبداً للجانب الإنساني منهم، بيظهروا لك الملحدين دول على أنهم شياطين أشرار، كل غرضهم وهدفهم هو نشر المعاصي والإلحاد لكي يعم الفوضى. الملحد في نظر دعاة الدين هو شخص يجري وراء شهواته وأهوائه، فبيستخدم الإلحاد كحجة علشان يقنع نفسه ويقنع الآخرين حواليه أنه لا إله، لكي يبيح لنفسه المكاره والشرور. وهذا إن دل على شيء يدل على السطحية الفكرية لدعاة الدين وإنعدام أي فهم ولو بسيط للجانب الإنساني والصراع النفسي الذي يمر به الملحد قبل خروجه إلى الإلحاد. طبعاً أنا ما ينفعش أتكلم باسم كل الملحدين واللادينيين، لكني بتكلم عن فئة كبيرة من الناس اللي زيي واللي زي إسراء اللي ظهرت في فيلم في 7 سنين. الناس ما تعرفش حاجة عن اللي أنا مريت بيه في خناقتي مع نفسي، إن في ربنا أو مفيش. الناس ما تعرفش أي حاجة عن اللي أنا مريت بيه في خناقتي مع نفسي، إذا كان في ربنا ولا مفيش. مش سهل إن أنت تعترف لنفسك إن أنت وحيد دلوقتي. مش سهل إنك تعترف لنفسك إن أنت وحيد دلوقتي. دعاة الدين اللي بيهاجمونا باسم الدين مش قادرين يفهموا احنا ليه بننتهي الى الإلحاد واللادينية، مش قادرين يفهموا ان هناك مرحلة من الصراع النفسي يود خلالها الانسان اللي بيفقد ايمانه بوجود اله انه يكون غلط. اوعى تفتكر ان احساس الطفل اللقيط ده احساس سهل. اوعى تعتقد ان لما بتيجي عليك لحظة ان انت طفل يتيم وان ابوك مش موجود وان انت لوحدك
ومالكش صدر يضمك او دراع يسندك. اوعى تفتكر ان ده شعور بيعدي علينا بالسهل. دعاة الدين بيقولوا لك ان احنا بنختار دوت علشان اهوائنا وشهواتنا. لا يا صديقي، ضحكوا عليك، ضحكوا عليك عشان يحموا الدين وخدونا احنا كبش فدا في الرجلين. فان الكثير من الملحدين مروا بلحظات تمنوا فيها ان يكونوا على خطأ، انهم ليسوا يتامى، وتمنوا ان الله ما زال يسمع اصواتهم، تمنوا لو ان هناك اله يسمع لهاث انفسهم وهم يبحثون عنه بلا جدوى. افهمونا صح بقى، بدل ما تدينونا وتحكموا علينا وانتوا مش فاهمين اللي احنا بنعدي بيه، وتأخذون دور الله وتبقى انت الحكم والديان بدل ربنا. بيقول لها بس انت اللي قررتي تسيبيه يا اسراء، ودي تاني كذبة او عدم فهم بيتقال عننا. مين قالك ان احنا بنقرر نسيب ربنا؟ جبتوها منين دي؟ اسراء ردت عليه وقالت له انا دورت عليه في كل حاجة بس ما لقيتهوش. سألها دورتي عليه في ايه؟ ما هي دي المشكلة يا اخوانا، انتوا مش قادرين تفهموا رحلتنا. انتوا بتخافوا مننا ومن الالحاد، بتحكموا على الناس دي بالاعدام الفكري وانتم العاجزون. عايز تعرف بندور على ربنا فين وما بنلاقيهوش؟ دورنا عليه في كل طفل مريض بالسرطان وبيموت من الوجع، دورنا عليه في كل انسان اتسجن ظلم ومات وهو في السجن من غير ما يتنصف، دورنا عليه في اطفال اليمن واطفال الصومال اللي بيموتوا ببطء كل يوم عشان ما لهمش قوت، دورنا عليه في كل لحظه الم وصلاه غير مستجابه، دورنا عليه في كل انسان مولود بعاهه او تشوه او عيب خلقي منعه من متعه الحياه، دورنا عليه في كل توأم سيامي ملتصق او انسان مولود بدون اطراف او تشوه جيني، دورنا عليه في كل حته وما لقيناهوش غير في الكتب، مجرد كلمات جميلة مقدسة ما قدرتش تساعد كل هؤلاء في معاناة وقسوة الحياة. كتب تتعارض مع بعضها، تهنى في صفحاتها، فقلت لنا أن بعضها محرف وبعضها منسوخ وبعضها لن نفهمه بدون التفاسير، لكن الأكيد أن احنا ما لقيناهوش على أرض الواقع. يوم اكتشفنا أننا هنا لوحدنا، يوم ما رحنا ننام بدموعنا من غير ما نلاقي حد يمسحها. اوعى تفتكر أنه شعور سهل، وبعدين تطلوا علينا من المنابر والفضائيات عشان تقولوا للناس ان احنا اخترنا طريق الالحاد عشان اهوائنا وشهواتنا ونشر المعاصي والفجور. انتوا ما تعرفوش اي حاجة عن الرحلة الانسانية بتاعتنا، ولا حتى اله الكتب يعرف اي حاجة عن رحلتنا الانسانية. لما الكتاب يقولك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يبقى الكتاب ده ما يعرفش اي حاجة عن تجربتنا الانسانية، لان الايمان والكفر ليس مشيئة وليس اختيار يا سيدي الفاضل. اللي بيفقد الايمان بيفقده كنتيجة حتمية وليس اختيار او مشيئة شخصية. اللي بيلحد بيلحد نتيجة نقص الادلة على وجود الاله، مش بيختار ده. انت فاهم غلط. ممكن حضرتك كشيخ تطلع علينا مستغربا ومتعجبا، بتضرب كف على كف وتقول سبحان الله نقص الأدلة، وتقول ان احنا لا نعي ولا نرى الأدلة الواضحة. هذا رأيك يا سيدي. فهناك من يرى التفاحة تسقط فيعتبرها دليل على وجود كائن خفي أسقطها، وهناك من يرى نفس الدليل فيكتشف الجاذبية الأرضية. لكن في الأول وفي الآخر، أدلة واضحة ولا أدلة مستترة، فإننا لم نختار أن نترك الإله، ولم تكن مشيئتنا لنكفر، ولكننا وجدنا نفسنا وحيدين، وتمنينا أحيانا أن نكون على خطأ، تمنينا أن يكون هناك إلها يرعانا ويرعى الخلق ويحقق العدل، ولكن الحقيقة لا علاقة لها بما يتمناه القلب. فاليتيم يتمنى أن يكون لديه أبا، ولكنه لم يشاء أو يختار أنه يكون يتيم عشان أهواءه الشخصية. فيلم في 7 سنين وتعليقاتكم عليه إنما أظهر ضحالة معلوماتكم بالتجربة الإنسانية، وسطحية حكمكم على البشر، وعدم قدرتكم على التعاطف الإنساني مع مختلفي الفكر. وبدل ما تشوفوا وتقدروا تجربتهم في الحياة وتتفهموا تجربتهم الإنسانية، تسارعون بتكفيرهم ودينونتهم والحكم عليهم بكل جهل وتجبر. وإنه لو كان لهذا الكون إلها، فلعله يرى في الملحدين أمانة بحث وقلب يرنو لما لم يصل إليه أكثر بكثير من دعاة الدين وأتباع الكتب.